عليكم ورحمة الله. أحمد أو شونجكس بونجو، كما عودناكم يا جماعة فكرة جديدة ومقطع جديد. في البداية لو تلاحظون اسمي تامر، 14 يوم ما أقدر أغيره، فلذلك يا جماعة اكتبوا لي في نهاية الحلقة الاسم اللي راح أسميه للشخصية في السلسلة هذه. الفكرة بكل اختصار طبعا هي للمتعة وللتسلية، فلا أحد يأخذها بموضوع شخصي وليش أنت معصب عليهم. أبعلمكم أغير صوتي وأدخل جيم مع سكواد عشوائي، وبنفس الوقت أخوياي 4 من العيال ناصر سعد مودي وخالد يدخلون معي بنفس الجيم، وكلهم يخون سكنات تخوف وينزلون بمكان انا اعلمهم. اذا نزلوا بالمكان انا راح اكون جالس مع السكواد حقي، راح احاول اتحرش فيهم واخليهم يتهاوشون معاي قدر المستطاع عشان اطلب منهم طلب وما ينفذونه لي، واذا ما نفذوه لي اعاقبهم عن طريق العيال. كذا فكره المقطع، راح تفهمونها بعد شوي واتمنى انها تعجبكم. فاذا عجبتكم لا تنسى اللايك والاشتراك، فهذا اكثر شيئين يحمسني، الاشتراك مهم واللايك يسعدني. الله يعطيكم العافيه، مشاهده ممتعه، سلام عليكم. تسكني انا بقعد اعطيه اوامر، اذا ما نفذها تطبون على طول، اذا قلت لكم هدوا هدوا، طبوا كذا طبوا كذا، فهمتوا كل شيء الحين؟ يا سلام. ايوه بس انا بقول لك طيب ايش رايكم ننزل هنا، ايش رايكم؟ هنا كلها خشب مليانه. طيب وش السؤال؟ هذا صوت شغلي ولا مرتب صوت؟ ما اسمعك ترى، صوتك مو واضح. يا عيال ابي انزل مدينه الخشب اللي تحت هولي، انزلوا ولينجود ولينجود ولينجود، انزلوا ولينجود كلكم. جديد سكواد واسلحته حلوه يشدون سج. لا يا رجال ما حد بيشقنا صدقني. اطلب اللوت الحين. يا عبود كم مواردك؟ عطنيها كلها. ابغاها. ابغاني. يا اخي عطني اياها، لا تصير عطنيها كلها، ابغاها كلها كلها، ابغى كلها بالله عليك. يا اخي نزلها كلها. لا لا وش سكنه هو يعني ما تبغى تعطيني يا عبود صح؟ سمعت الا هذا سلاح وسع، ما نجي احنا نفسي. ولا شرار يا احمد، ولا شرار. صوت يا عيال صوت، يا حاول اسكتوا، مو محترم مره. عبود عبود يعني ما بتعطيني؟ تبغى ادعي؟ مو سؤال، ما عندي بوم. ترى دعوتي تخوف، يعني ادعي عليك. صوتي مغري. يا رب العباد. يا الله يا رب، اذا ما اعطاني كل موارده انه يجيه سكواد ما يرحم اي ابن امه. يا الله يا رب، اذا ما اعطاني كل موارده انه يجيه سكواد يشك شك. يا الله يا رب، اذا ما اعطاني 3 ساعات خشب يجونه بنت الزومبي وسكنتهم بنفسجي وبنت الطياره. يا الله يا رب كلهم يجونه. يا عيال سكنها البنت البنفسجيه، سكنها البنت البنفسجيه. يا رب ايش عندهم كلهم بقول لحالك. الله ياخذ دعوه فزعه. شفت ما اعطتني مواردي. يا رب يذبحونك باكس، يا رب يذبحونك باكس، يا رب. لا دعوتك لا، والله انك مشهور، والله انك مشهور. يا رب يذبحونك باكس، يا رب. والله العظيم انك مشهور، والله العظيم انك. يا رب يذبحونك، والله العظيم انك مشهور، والله العظيم انك مشهور. والله العظيم ما بتعطيني، عطني. ارحموا ارحموا ارحموا، خلاص انبه، لا تتحرك. تعالوا فوق كلكم، تعالوا فوق كلكم، تعالوا فوق كلكم، تعالوا فوق كلكم. لا تتحرك، انت ما تتحرك، اذا تحركت راح يهجمون عليك. لا تتحرك، لا تزعلهم، لا تزعلهم، انتبه انتبه انتبه، لا تتحرك، نصيحة. لو لا تسوي اي حركة. لقى واحد ناقص، لقى واحد ناقص. شوف يا عبود، هذولي الحرس، اذا عصيتني مرة ثانية يا ويلك يا عبود، يا ويلك. اسمع. حاضر سيدي، حاضر حاضر. عبودة عبودة امزح معك، انا شنق عرفتني؟ اي والله اني عرفتك، والله اني عرفتك مشهور. هذول يا اصدقائي، هذول يا اصدقائي ذبحهم، والله حابين نمزح معاك، والله العظيم نمزح معاك. هذا انا اعلمك، هذا سعد، وهذا مودي، هذا مودي، وهذا خالد. هذا مين؟ خالد وناصر مات. يلا اتمنى انك استمتعت معنا وما زعلت. بالله اجيب اضافه، اجيب اضافه بالله. ابشر ابشر، يلا بقبل اضافتك. يلا مع السلامه يا عبود. ابشر ابشر. يا عيال يا عيال، يا شباب انزلوا هنا، اسمعوني. الو، المره الثانيه اذا حددت مكان تنزلون فيه. من انت؟
بتشوف يعني يا مرعب. لو راح سحب علينا حلوة زعلانة. نداء الأخير، اركبوا الهليكوبتر قبل لا أمشي وأخليكم. ما راح تركبون الهليكوبتر؟ ما راح تركبونها. طيب 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 يا رب الله يبلاكم باثنين سكيلتون واثنين بنت زومبي. تضحك ها؟ ايه هم تحتي هم تحتي بس تحت الهليكوبتر بالضبط. يا رب يا رب ربطوا عليهم شقوا ما معهم شلدات كلهم. انا اوريكم انا اوريكم انا اوريكم. نزلوهم نزلوهم عندي نزلوهم عندي. اسمعوا اسمعوا الان وركزوا معاي. ابى اقومكم. اللي بيتحرك ولا بيقاوم راح يرجع لكم مره ثانيه. طيب 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 يلا لا تقاومون. بنت الزومبي استعدي. لا تتحرك من مكانك بطيح. لا تتحرك ولا حركة نهائيا. ارجع ارجع بسكرة ارجع لرب ارجع لرب. ارمى سلحتك كلها ارمى سلحتك كلها. ايوه ايوه ايوه. طيب الان بنات الزومبي جاهزوا الهليكوبتر. بنات الزومبي جاهزوا الهليكوبتر. اسكلتون اطرحوهم على الارض وشيلوهم على ظهوركم الان. شيلوهم وركبوهم في الهليكوبتر قدامي. يلا قدامي. امشي امشوا. اطلعوا فوق مرة اطلعوا فوق مرة الان. فوق مرة فوق. اعلى شيء اعلى شيء يا بنت الزومبي اعلى شيء. عندكم كلمة اخيرة مرة ثانية. اذا قلت تنزلون قول. هذه الكلمات الأخيرة أقول لك الله يعطيك العافية ما قصرت. احذفوهم يا جماعة. حبينا نمزح معكم معكم شونغ مقطع بسيط. أتمنى أنكم ما زعلتوا وتبون تقولون شيء. لا يا والله يا أحمد. يلا حبايبي مع السلامة واستمتعنا معكم والله. يا جماعة بننزل للمكان اللي حددته تسمعوني. هلا والله شونغ. ماني شونغ الله يرحم والديك. ماني شونغ. اي والله انا شونغ يا اخوي. ماني شونغ لا تقهرني. يلا يلا بسرعة بسرعة. شكلكم تبون تسوون مشاكل معي صح؟ لا والله احنا نحبك يا اخي. كثر من مقاطعك يعني لو استطعت. لو سمحت لا تلعبون بمشاعري ترى مشاعري حساسة. حاطين كود مين بالايتم شوب؟ SXP والله العظيم. يا الله تبون تفوزون بالجيم صح؟ ايه نريد نفوز. راح اخليكم تفوزون بالجيم. جاهزين؟ لا لا تطلع تكفى تكفى. انا طالع راح استجمع كل قواي كل قواي راح استجمعها الان. بنات الزومبي السكيلتونات جميع السكنات النادرة في الجيم هلموا عندي الآن. الحقوني ركزوا معاي كلكم. بستجمع الآن كل قواي. أنتوا جاهزين؟ راح أحولكم إلى أقوى سكواد في الجيم. تدرون ليش؟ ليش؟ لأنكم قلتوا الكلمة السرية واللي هي SXP. الحقوني الآن عزوز تعال شوف. أول ما أقول ثلاثة تدخلون في البوش هذا ولا تتكلمون نهائيا. انتبهوا تتكلمون وتغلطون بكلمه. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثه ادخلوا البوش ادخلوه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو انتوا الان عند حمايه بنات الزومبي والسكيلتونات. جاهزين؟ ايه الان. خذوا خذوا الأسلحة واختاروا اللي تبغون. والله كلاب لوز يا رب. لا 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 نمزح نمزح. ايش قلت كلاب لوت؟ انا ما قلت لك. خلوكم مؤدبين ومحترمين ولا تزعلونهم. جاهزين؟ لا تسوون اي حركة. طلعوا اكساتكم كلكم. لا تزعلونهم. طلعوا اكساتكم. استعدوا استعدوا للحظة المنتظرة اللحظة الحاسمة اللحظة النهائية الان. لا تزعلونهم. انزلوا يا بنات الزومبي انزلوا يا سكرتونات. استعداد يمه
لا 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 استعداد وش الكلمة السرية؟ شنك بونك اس اكس بي ممتازين ارموا ناس لحيبات الزومبي كل شيء ارموا اذبحوهم لا لا ابي ناصر انا بناصر وجهك يلا يعطيكم العافية يا شباب اتمنى استمتعتوا معنا الله يعافيك يلا همان الله شكرا لكم السلام عليكم تحددت لكم تعالوا هنا في خشب كثير ننزل هنا لا راح ننزل هنا والله نزلت الصوت يعني سحبتوا علي سحبتوا علي انتوا الثلاثه صح خلتوني لحالي يعني هنا خلتوني لحالي كذا النظام صح طيب تحملوا اللي بيجيكم اوكي هذا اللي بقوله تحملوا اللي بيجيكم يا رب يا رب يجونكم سكواد ما يرحمون يا رب يا رب تموتون كلكم وانا اللي ابقى كلكم تتكون علي اللهم امين يا السعدي لا اسمك كثير نزل لي موارد يا والله نزل لك يا انت ما تبون تسمعون كلامي صح صاحبين علي يا الله يا رب سكواد ما يرحمهم الله يلعن ابليس احسن بقى واحد ابلعوا كلكم ابلعوا شيلوهم كلهم ها ما تنزلون معاي روحوا شيلوهم انت الزومبي شيلوهم كلهم الان شيلوهم انزلوهم كلهم عندي انزلوهم هنا كلهم مين اللي ما نزل معاي انت عطيتني موارد نزله يا سكيلتون نزله ابى اقاومك لا تتحرك استعدوا يا بنات الزومبي استعدوا سكيلتون لا تتحرك لا بنات الزومبي قدامي على 60 في ناس طبوا عليهم هناك طبوا لا تتحرك خليك مكانك انت لا تتحرك طبوا عليهم شقوهم انا قلت لك لا تتحرك جيبوا لي الزوم عشانك انسان اعطيتني موارد وعشانك قدرت تساعدني نزلوا اقول لك اسمعني بنات الزومبي سكيلتونات استعداد الان استعداد تام لا استعداد لا تتحرك ركز معي الان ايش صار بيعطونك الكاس ايش تسوي سبنتنا جانا كيك كلنا جانا كيك بغينا نجيب خلاص بنوقف خلاص ما نبغى باقي بالجيم معليش كنا والله قاعدين نمزح والله كنا نبي نفوز بالجيم يا جماعة الخير لازم ننهي الوضع الآن ما يبشر أتمنى أن الفكرة عجبتكم وأتمنى أنكم استمتعتوا إذا أنت شخص جديد لا تنسى تشترك بالقناة هذا رقم واحد رقم اثنين فعل الجرس إذا ودك وعطنا لايك إذا عجبتك الفكرة حطوا ببالكم ما بنزل لكم أي مقطع فورتنايت تسليك لازم أعطيكم أفكار عشان أمتعكم وأسوي شيء مكرر أتمنى عجبكم نسيت رقم ثلاثة بارك الله فيك رقم ثلاثة يا جماعة قنوات الشباب كلها تحت اعرف انك بتعوضني لا ان شاء الله ما في باند ابيك جيم والله نمزح والله شوف هاينا السكس لا شتي ما له دخل السكس بي تبي تدعمني برضه وعيال اكوادهم السكس بي كلها شكرا لكم مع السلامه الله يعطيكم العافيه حطوا لايك